بطلب من فخامة الرئيس شمعون، الشيخ دير شميت، من الأبيتي قصيص يكونوا حاضرين للاجتماع. شهود على كلام براون. بتجوا أنا وحدي ما بقدر بقرر، خصوصا بعد الحوادث كلها، رئيس الجمهورية صارت شيء اعتيادي. اجوا. اجا براون. بيقول نحن جايين بسألكم إلى متى تتمكنوا الصمود؟ أنا قلت له طالما في عرق في دمنا في دم نحن صامدين. راح غاب 30-35 يوم، رجع كل مرة يكونوا معي رفاق. السؤال زيته قلت له دي براون، هالسؤال صرت فيه ثلاث مرات والجواب مرتين زيته، اليوم بدي بيك شوي انا هالجواب. رئيس شمال، رئيس جمهوري سابق، عنده صبيان اثنين بهالساعة اللي عم حاكي فيها موجودين بالخندق بالمتريس. بيير جميل رئيس حزب كبير بيروبي، عنده صبيان اثنين بالمتريس. الأبيدي قصيص مثل عندكم ما بيتزوج، ما له حق يتزوج، ولكن عنده أباء روحيين. كل ابن روحي من الأبيدي قصيص عمره أقل من 50 سنة هلا حامل باروته واقف بالمتريس. أنا رئيس جمهورية أثناء ولايتي عندي صبيان بالمتريس. ما هو ممكن نترك أرضنا أحياء. قال كلفني مستر كيسنجر لكم ساعة ما أنتم بتريدوا تعطوا خبر لجمهورية الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بتأمن لكم كل سبل النقل البحرية والجوية حيث تشاءون. أنا سمعت الكلمة طاولة قدامي، خبطت إيدي اثنين على الطاولة وقفت ومشيت حتى بلا أورفار. يعني كأنك شخصت بس اللقاء انتهى وهذا اللي صار.